رحلة طيران تعود أدراجها بسبب أنانية الركاب. تخيلوا، عادت رحلة طيران لشركة يونايتد فلايت أدراجها على أثر عراك بين الركاب، حيث كانت متجهة من نيويورك إلى دينفر. أراد الرجل أن يستخدم حاسبه، لذا قام بإعاقة إمكانية طوي المقعد الذي أمامه بغية التمدد. طلبت منه إحدى الراكبات بالتوقف عن ذلك، وبدأوا يتجادلون حيث أراد أن يستخدم جهازه المحمول وهي تريد التمدد، خصوصا أن الإسنان حجزا في الإيكونومي بالاس ولديهم متسع من المكان للتمدد على عكس مقاعد علب السردين في الخلف. وقد غيرت الطائرة طريقها إلى شيكاغو بعد أن تطور الجدال بين الإسنين ورمي السيدة كأس ماء في وجه الرجل المفتري. ومن ثم قامت الشركة بطرد الإسنين من الطائرة وتابعت التحليق من دونهم إلى دينفر. حقا كم أنتم شجعان يا شركة يونايتد فلايت.